الانتينا او مالت الستارلينك الانترنت حاطينها يقولون يعني ما تشتغل هني لان في اشجار, فيقولون حاطينها هناك تقريبا تبعد 500 متر وجايبين الهوز هذا او خلينا نقول الواير لغايه هني, وهذه الانتينا هذه عشان توزع علينا انترنت بس هي القطعة ما ستارلينك بروح لها بعد شوي. يقول لي هناك 500 متر ودي أصورها. سألت صراحة الموظفين القائمين هني على المنحل واللي جهزون المخيم, قلت الحين الانترنت ما ستارلينك هو يا جماعة عبارة عن مشروع أطلقه إيلون ماسك قبل تقريبا 3 سنوات أو 4 سنوات. فكرة المشروع هذا أنه يطلق خلينا نقول أقمار صناعية بصواريخ, كل صاروخ فيه حوالي 60 قمر صناعي يروح للسماء ويمشون بمدارات معينة يوزعون الانترنت على الكرة الأرضية بالكامل. هذه الفكرة. طبعا هو ما زال حتى الآن مشروع ما اشتغل بالكامل, الفكرة اعتقد ب 2024 يكون شغال بالكامل, وانك تقدر تشبك من اي مكان بالكرة الأرضية, مو لازم خط تليفون او شبكة اتصالات. فالآن الخدمة هذه شغالة في بعض الدول, ومو على كيفك تطلبها, لا دش وتسجل بالدور وانطر دورك. بساعة سألت يقول تقريبا مسجلين من أكثر من سنة ونص, أول ما سمعنا عن ستارلينك سجلنا طلب, وتوى قبل فترة قبلوا طلبهم, وقيمة الجهاز يشترون الجهاز قيمته $500, قول حوالي $150, واشتراكك الشهري $30 اللي هو $100 تقريبا. فبنروح الآن بنشوف الجهاز. الجهاز قالوا احنا حطينا بعيد, ليش؟ لأن المكان اللي فيه المناحل العسل كلها غابة, فقول احنا هناك في مكان مفتوح حاطين فيه الجهاز. المكان أو هذه المنطقة مفتوحة, شوفوا وين حاطين الجهاز. هذا هو الجهاز. هذا عبارة عن جهاز ثبته فوق بأي مكان, بس يبي له مكان مفتوح. ليش؟ لأن هذا الجهاز يفتر, يعني وين الآن موجود الجهة الأقمار الصناعية اللي مالت الستارلينك هو باتجاهها, لو تغيرت هو نفسه راح يتغير. بحكم أن الآن الأقمار الصناعية مو مكتملة, أو المشروع اللي في بال إيلون ماسك ما اكتمل, تقريبا جنا الحين حوالي أعتقد 2000 قمر صناعي, هو باله يوصل إلى 20,000 قمر صناعي أو شيء من هذا القبيل, راح يكون في كل الجهات وراح يكون تقريبا شغال في كل الدول. مو بس الجهاز هذا الجهاز تحطه فوق زائد واير, شوفوا موجود هنا لين هناك عند الشباب, الواير حاطين فيه مثل الراوتر. أو الفكرة باختصار أنك هذا تحطه فوق وجهاز تحطه تحت, ومنه كيفك تحط الكيبل اللي تبي, يعني يحتاج بس كهرباء وبأي مكان بالعالم يشتغل. مو الحين مو بأي مكان بالعالم, الحين في بعض الأماكن اللي هو اللي الأقمار توصلها. المشروع إذا اكتمل لا بأي مكان بالعالم, ما لك شغل بشركة الاتصالات ولا لك شغل أنت بالبر مو بالبر في البحر في إنترنت. هذا هو الجهاز, هذا اللي مفروض يعطيك الإنترنت. الآن بس القطعة اللي فوق, والقطعة هذه من شركة ستارلينك. هذا الفكرة اللي كان والناس يضحك عليه, شلون بيطير آلاف الأقمار الصناعية. الحين أنا قاعد أرسل لكم هالسنابات من خلال الإنترنت مال ستارلينك. بخصوص تجربة ستارلينك, يعني صراحة انترنت مو ثابت, عادي يجينا كذي 10 دقائق بدون نت, ما في نت يطير, بعدين يرد مرة ثانية, بعدين عادي تمام يشتغل ساعة ساعتين يروح, بس المهم انه يروح ويرد لأن المشروع ما اكتمل حتى الآن. أما السرعة تمشي, مو سريع ولا هو حيل بطيء, لا 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 ممتاز تمشي.